طبعا هاي وحدة من معاناة أهالي جسر الشور وريف جسر الشور الهربانين من القصف وضرب شبيحة الأسد، وهاي عيشتهم طبعا هون. هاي كلهم الشباب ورجال، هو عم يدعي إني عنا نحنا ما بعرف مدري إيش قد كان مسلح عنا. هاي الشباب هون هربانين من القصف والطيران وقصف الدبابات على هالمدنيين وعلى الأطفال وعلى الأبرياء اللي هربانين، واللي عم يدعوا ان شعب جسر الشغور هو عم يطلب الجيش. لو عم يطلب الجيش جسر الشغور ما كان تواجد هوني ولا كان هرب من الجيش، بس لانه بيعرفوا اني عم يجي مع الجيش عم يجي رجال الامن وعم يدمروا وبيحرقوا الاراضي. هاي اصلاحات 2011 اللي وعدنا فيها السيد الرئيس. خالتي ايش عم تسوي هون؟ ليش بيركين هون؟ ايش عم نسوي هون؟ اولادنا كلها شردت هون، ابن عمي مثل الوردي قتلونا اياه بنص الدرب. الله لا يوفقه، شردنا وشرد اولادي، اولادي ما حرام هذول اطفالي تشرد بالشوارع بالرغود ما بحياتنا ما فتناها. لا عنا اكل، لا ليك على اولادنا كيف لابسين، كلها بالبرد وبالجوع وبالعطش وكل شيء. ما حرام هيك الشعب يصير فيه؟ ما حرام، الله لا يوفقه. هاي اصلاحات السيد الاسد بالقرن 21، ان العالم تبرك بالجبال وتتشرد وتتيتم على ديات اولاد الاسد. عم يكرر مجزره ثانيه، مجزره الثمانينات، وهي هلا مجزره القرن 21. هاي اصلاحاتك يا بشار الاسد، هاي اصلاحاتك.